ثم جاءت بعدهم طوائف يسيرون على طريق الحدادية، لم يبقوا أحدا، ما بقي لهم أحد. لماذا؟ لأن طريقتهم طريقة الإسقاط، كل من وقع في خطأ أسقطوه. سلك نفس المسلك من؟ الشيخ فالح الحربي، ناصحه العلماء، حاولوا معه أبى إلا أن يسلك مسلك الحدادية. كان يسقط في المجلس الواحد بالعشرات العلماء. تبعه على نفس الطريق الشيخ يحيى الحجوري هداه الله، في المجلس الواحد يسقط بالعشرات، مبتدع ضال لا رحمه الله،